قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قصة هي عبارة عن بلسم لكل إنسان مصاب ببلاء وبمحنة وشدة. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام الأبوة الحانية بتمثل لينا صورة من أخلاق الكبار، هي عبارة عن الملك العظيم اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الإنسان، معرفة حقيقية بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، هي صورة حقيقية وواضحة لينا للإنسان الذي يحب الخير لكل الخلق حتى للناس اللي أذوه في يوم من الأيام، صورة للإنسان اللي بيحب صنائع المعروف يخدم الناس وبيحبها، صورة بسيطة للقوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الكون. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بتوضح لينا فعلا أن العاقبة للمتقين. قصة يوسف بتمثل لينا قصة كل واحد فينا. انتظرونا مع قصة يوسف وهدية جميلة لجمهور قناة الندى. رمضان أقبل إن قلبي متعب، فصيام شارك للقلوب محبب، والناس في